ادخل. فيروز، ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ تعال. ما انا لقيتنا بقى مش بنتقابل، فقلت اجي اشوف ايه الحكاية دي. الحمد لله اهو، جيتي لقيتيني بشتغل، ما بعملش حاجة تانية. ما هو طبعا هلاقيك بشتغل، ما مش معقول يعني هتخوني واحنا لسه مخطوبين. لا طبعا هخونك بعد شوية كتير يعني. ولا بعد 100 سنة يا روحي. طب ايه بقى؟ انت مش هينفع تسيب الشغل ده، انت وحشتني. أنا إيه؟ انت غلس وسخيف عشان مش عايز تسيب الشغل. طيب اقعدي بس معايا 10 دقايق اخلص اللي في ايديا وننزل على طول. بس على شرط انا اللي اختار المكان. يا ستي اختاري انت المكان ولا يهمك. عشر دقايق، 10 دقايق. ادخل. السلام عليكم. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ مش بخاطري يا استاذ، مش بخاطري، انا بتصل بيكي 50 مرة على تليفونك على طول مقفول، في حاجة مهمة أنا عايزك فيها. إيه؟ عرفت مازن يعرف مين؟ حاجة أهم. إيه؟ الفلوس اللي معايا خلصت، ومحتاج دفعة جديدة. الهدمتين والتنطيط ورا الأستاذ مازن خلصوا كل اللي معايا. أعطل يرضيكي. حاضر يا ديد، هديك اللي انت عايزه، بس المهم قولي، مازن قابل بنات؟ في بنات جوله الشركه؟ في طبعا بنات جات له الشركه. مين؟ في 2 موديلز طلعوا عنده الاستوديو، قعدوا حسبه 1/3 ساعة كده وبعدين خرجوا. خرجوا لوحدهم ولا هو نزل معاهم؟ لوحده. لا يبقى كده شكله شغل مش حاجه تانية. مفيش حد تاني؟ ما قابلش حد تاني؟ بص يا استاذه الشهاده لله، مرمطني وراه تنطيط بس كل حياته شغل. طلع على مصنعين موبيليا تقريبا مسك لهم شغل. راح على مقر شركة، عرفت إن هو مقر شركة عقارات. راح التجمع في مكتب هناك، المكتب ده كان بيروحه كتير، سألت واتقصت، عرفت إن مكتب واحد اسمه مسعود زكريا، راح شركة سياحة. استنى استنى. قلت مسعود زكريا؟ شركة مسعود زكريا. طب بقول لك إيه، انزل أنت استنيني تحت شوية كده ونزلالك. أمرك. أمرك يا أستاذ. باي باي. قبل بما ان حضرتك ومازن مسافرين وهتعيشوا بره، عايزاكي تمضي لي ورق بخصوص اداره المدرسه. وبما ان انت كمان مسافره، يعني انا شايفه ان احنا لازم نفكر في موضوع القضيه ونتفق احسن. مين اللي مسافر؟ انا امضي لك على ايه؟ هو مين اللي قال لك انه مازن مسافر؟ هو اللي قال لك؟ لا ما قاليش. امال انت عرفتي منين؟ عرفت من كرم، قالت لي ان هم هيسافروا هيعيشوا بره. دلالة، انا عايزه اسالك سؤال ويا ريت تجاوبيني بصراحه، لان اجابتك دي هتحدد على اساس حاجات كتيره قوي. انت كان في حاجه بينك وبين مازن؟ انا نفسي اعرف ايه علاقه مازن بمسعود زكريا. ده اللي احنا رايحين بقى عشان نعرفه. يعني تفتكري مازن يكون ورا كل اللي حصل للمدرسه ده؟ انا مش عايزه اظلم حد، بس انا عندي شكوك قويه قوي. وانت يا دلال لو كنت حكيتي لي من الاول حاجات كتير قوي كانت هتتغير. ممكن اعرف انت شكيتي ليه ان في حاجه بيني وبين مازن؟ عشان انا مش غبيه يا دلال. يوم الخطوبه بص حواليا ما لقاكيش، وبعد كده معاملتك الغريبه جدا ليا والقضية اللي رفعتيها. أنا فعلا مازن كان جاي يتقدم لي قبل ما يتقدم لك. أنا كده فهمت بقى. فهمتي إيه؟ فهمت إن مازن ما كانش بيحبني يا دلال. مازن كان بيحبك أنت، عشان كده كانت معاملته ليا وحشة، دايما مشغول، حتى لما بتصل بيه ما بيردش. صباح الخير يا مازن.